مساء الخير. قال في يوم ما: المجتمع السعودي مجتمع راكد رغم ما فيه من غليان، مجتمع ينيب الحكومة عنه في كل شيء، حتى أصبح مجتمعا هلاميا ينتظر دوما ما يفعل به وله. يرى بأن القبيلة أعطيت هالة كبيرة ليست موجودة بالفعل، فكل فرد حمل قبيلته في رأسه وفكره وتصرفه، وأصبح كل شخص قبيلة بذاته. فمن يستطيع الآن أن ينهي القبيلة التي في رؤوسنا وتفكيرنا؟ بالمختصر، مع الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور مرزوق بن تنباك. ما حصل في 5 سنوات لم نتوقع أن يحصل في 50 عاما. أقولها بأمانة وصدق. فلاحة، المرأة راعية، المرأة صاحبة منزل، المرأة التاجرة، المرأة، ما كان أبداً هذا موجود. أنا لما جيت بالرياض هنا عام 89 كان في السوق في مقابرة كل اللي فيه نساء. إيه، إذا قامت الدولة انتهت القبيلة. أنت هنا أتحدث عن شيئين، عن القبيلة كسلطة وعن القبيلة كنسب وانتماء. القبيلة والدولة ضدها، لا يمكن أن تكون دولة وقبيلة.